كولانكان ومدحوينة جمهورية سومالي لان مدانة موسى بيه عبدي وغسرق مدحتوية جمهورية سومالي لان وكولاقا تاي وفتيغان ساري ايكاسو دي هاية دا قحونتيغا دون كا إلوسو قابية يو NHCR او هو قامين اي ارقيغا غار كا ايجيس كا افريكا وقابل سن امباسدور محمد عبدي افاي اوي وهيليان مسولين كلا دون او كميدي هاي وكيل كا هاية دا وقابل سن دال كا اينو جار كرن هاي اي سومالي مجتة قوسه وأكلن كاسي لغاقو ودهال دي حوشين تحرير كالباده دينا إيا ريمال حيري قوحون تيغا كوسوغا سومالي لان وي حكومات دو عدايسي وفتيغا إنا إيهايان داد كودو أفريو طبان كونو قوحون تيغا كانا كلايمي دلالكا قوبالكا إيا دلالكا الباسان مندغا دا جيسكا ودبادا كولان كاسي لغولا فاقوري وحاكمي ده حالات ده قوده قحون تيغا كوسوغان قوده جمهورية ده سومال لانسيدي لو ميلين لها سامين تحريا قحون تيغا اللغو هيا دادكا اي سومال لانو اقوانسان تحاي إنا يهين قحون تيغا وحاكالو لغاقاو ده اللي دور كا اي هايات ده UNHCR اي كا قادن كرتو جغليلي ده حريا قحون تيغا اي سامين تا اي يلان كرانا xeriyaha qaxoontigu marka loo eego mustaqbalka fog iyo habka ugu haboon ee loo diyaarin karo ama loo hayn karo qaxoontiga iyadoo lagu dabaqayo aqoon iyo waayo aragnimo ugu dambeyntiina waxa la isla gartay in arintan loo saaro guddi farsamo oo ka kooban laba dhinac oo soo gorfeeya hannaanka ugu wanaagsan ee xal loogu heli karo qaxoontiga وانا كولان كان مدحوينة جمهورية سومال لان كوهلين اي مدحوينة كحوغين جمهورية سومال لان مدان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وسيرك وزارة داريمها دبادة اي اسكاشيق عالميقا اي سومال لان دكتر عيسى كايد محمودو قدوميا هايدا قحونتيق اي براك عياشا غرانكا مدان عبد الكريم احمد محمد حنيفي يا ارقيقا غار كايو قابل سن سومال لنقر مدامي دوباي دكتر محمد ورسام الدعالي سيداسينا وحالوغو شايقور صحافيذ كاسوب حاي حافيز كورباهين تا مدح تويدا اي سومالي لان احمد ساكي داير عسان ورباهين تا قران كا قصر مدح تويدا سومال لان اي هرقيسا